أحسن الله إليكم. المرسل عين كاف من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السيدة زينب أو الحسين؟ لا يجوز طلب المدد من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لأن طلب المدد إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فيجوز الاستعانة به فيما يقدر عليه إذا كان حيا حاضرا، إذا كان حيا حاضرا. أما الميت والغائب فإنهما لا يطلب منهما شيء، وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم.